وأما التثاؤب فإنه من الشيطان، ولهذا كان الله يكرهه. ليش؟ لماذا؟ لأن التثاؤب يدل على الكسل، ولهذا يكثر التثاؤب في من كان فيه نوم، والذي فيه النوم معروف أنه كسلان، فمن أجل أنه يدل على الكسل كان الله تعالى يكرهه. ولكن إذا تثاءب فالأولى أن يرده، أن يرد التثاؤب ويكذب يكظم ويتصبر. قال العلماء: وإذا أردت أن تكرمه فعض على شفتك السفلى. ها، لكن طبعا لا تعض عضا شديدا فتنقطع، لكن لأجل أن تضمها حتى لا ينفتح الفم. فالمهم أن تكظم سواء بهذه الطريقة أو غيرها. فإن عجزت عن الكظم فضع يدك على فمك هكذا، ضعها على الفم. وما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنك تضع ظهرها على الفم فلا أصل له، إنما تضع بطنها هكذا تسد الفم. والسبب في ذلك لأن الإنسان إذا تثاءب ضحك الشيطان، ضحك الشيطان منه، لأنه يعرف أن هذا يدل على كسله وعلى فتوره. والشيطان يحب من بني آدم أن يكون كسولا فتورا، أعاذنا الله وإياكم منه. ويكره الإنسان النشيط الجاد الذي يكون دائما في حزم وقوة ونشاط. فإذا جاءك التثاؤب فإن قدرت على أن تكظمه وتمنعه فهذا هو السنة والأفضل، وإن لم تقدر فضع يدك على فمك. ولكن هل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا نفعل عند التثاؤب، ولم يقل قولوا كذا، قال افعلوا كذا، يعني اكظموا أو ردوا باليد، ولم يقل تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. وما اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان إذا تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا لا أصل له، والعبادات مبنية على الشرع ما هو على الهوى. لكن قد يقول بعض الناس: أليس الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التثاؤب من الشيطان، فهذا نزغ. نقول: لا، فهمت الآية خطأ. المراد بقوله ما ينزغنك من الشيطان نزغ يعني الأمر بالمعاصي أو بترك الواجبات، لأن هذا نزغ الشيطان. الشيطان هذا نزغه، كما قال تعالى فيه إنه ينزغ بين الناس، فهذا هو نزغ. الأمر بالمعاصي والتطبيق عن الواجبات هذا نزغ. فإذا أحسست بذلك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما التثاؤب فليس فيه إلا سنة فعلية فقط، وهي الكظم ما استطعت، فإن لم تقدر فضع يدك على فمك.